السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الجديد ديال اليوم اللي غادي نشارك معكم فيه التجربة ديالي في طرز رباطي. فضروري أنكم تصنطوا لهاد النصائح قبل من أنكم تبدأوا تخدموا الطرز الرباطي. بزاف ديال الناس كيسحاب ليهم بلي الطرز الرباطي صعيب، وحتى أنا كان كيسحاب لي بلي هو صعيب، ولكن هو صراحة ساهل، محتاج فقط أنك تركزي. وإلى تبعتي هاد النصائح أنا متأكدة بلي غادي تخدمي الطرز الرباطي بسهولة. مهم بالنسبة للدرس اللي مهتمة به فرافيت اللي خدمته معاكم، ودابا نخلي لكم الرابط ديالو أسفل الفيديو في صندوق الوصف. أهم حاجة في الطرز وهي أنك أول حاجة تخدمي بالحرير المبروم ديال الطرز الرباطي، ما تخدموش بالحرير ديال الصابرة. تاني حاجة خاصكم تركزوا معايا فيها وهو أن الحرير يكون على 3 ديال الشعرات، وضروري ان الحرير يكون مبروم بريم خفيف. بالنسبه لهذا الحرير اللي كتشوفوا فيه باللون الازرق فراه مبروم مزيان، ماشي ديال الطرز الرباطي، هذاك ديال البريد. اما الحرير هذا اللي في الموف خفيف، هذا هو ديال الطرز الرباطي. لاحظوا معايا الطريقه ديال البريم، بريم خفيف بزاف، يعني واحد البريم اللي مع الوقت فاش كتكوني خدامه كيبقى هذاك الخيط كامل محلول. المهم انا فضلت انني نخدم بهذه الطريقه نظرا للتجربه ديالي الاولى في الطرز. كنت خدمت بالحرير على 5 شعرات وما برمتوش، درتو غير خيوطه عاديين حيت هو اصلا ما محتاجش يتبرم. ولكن من بعد ما جربت انني نبرمو هذا البريم اللي تيكون خفيف بزاف، لاحظت ان كاين فرق كبير. فاش كتخدمي بهذا الحرير على 3 شعرات كتجيك الخدمه سهله وسريعه، وكتقدري تحكمي في البرا مزيان. العكس من اللي كتخدمي بالحرير على 5 شعرات، كتجيك الخدمه صعيبه بزاف وكتضيعي الوقت بزاف، وما كتقدريش تحكمي في هذوك الغرزات، ما كتقدريش تحكمي فيهم مزيان. المهم هذه النصيحه الاولى، خدموا بحرير مبروم ديال الطرز الرباطي على 3 شعرات وبرموه بريم خفيف. النصيحة الثانية واللي حتى هي مهمة، خدموا ببرا تكون جديدة. علاش؟ حيت البرا الجديدة كيكون الراس ديالها ماضي، وهذاك الراس كيعاونك بزاف باش تجيبي الغرزة تكون مضبوطة. فاش كنخدموا ببرا اللي كتكون قديمة كيكون الراس ديالها حافي وما كتعطكش الحرية فاش انك تخدمي، ما كتخدميش بها وانتي مرتاحة. فأنا جربتهم بجوج، خدمت ببرا قديمة وبرا جديدة، ولقيت أنه كاين فرق كبير. فحاولوا أنكم تخدموا بالبرا تكون جديدة، أنا متأكدة بلي غتعاونكم. وديروا حتى نتوما تجربة، يعني خدموا بالبرا وحدة قديمة وحدة جديدة وجرب. مهم علينا النصيحة الثالثة، فاش تكوني خدامة حاولوا أنكم ما تبقاوش تشوفوا غير الوجه ديال الثوب والطرزه من الفوق، حاولي انك تشوفي الوجه ديال الطرزه وفي نفس الوقت قلبي وشوفي الظهر. علاش؟ حيت بعض المرات كيبقاو بعض الخيوطه ما تيدوزوش مع الطرزه هي هذيك، وكيبقاو خارجين. مره كتلقاي خيط ولا جوج الخيوطه خارجين وما غاديينش مع الخط هو هذاك الخيط. الا ما عاودتيش قاديتيه وحليتي الخدمه وعاودتي صايبتي هذاك الشيء، ممكن من بعد خاصة مع التصبين هذاك الخيط ما يبقاش لتحت ويخرج يطلع الفوق، وهنا غادي يخسر لك الطرزة وغتبان باللي انتي راك ما صايبتيش الطرزة مزيان، مع العلم ان الطرزة راها متقونة وكل شي زوين، غير هذاك الخيط ما انتبهتيش ليه وبقى لتحت. فحاولوا انكم كما الوجه كما الظهر، يعني نفس الخدمة اللي تكون الفوق هي اللي تكون لتحت، ما يكونش هذوك الخيوطه خارجين وتكون الخدمه تبان لك يعني ما زويناش. هي راه ما غاديش تبان، ولكن راه من بعد ممكن دير لكم مشاكل. ممكن نتمنى ان هاد النصائح يكونوا واضحين، ودابا مع الخدمه راه غادي نبقى غاده خدامه وكنشرح. في هاد الفيديو تقريبا ما غاديش نشرح بزاف حيت هذا غير الجزء الاول وفيه غير البريد، غادي نخدم معكم غير هاد الورده ديال البريد فقط. اللي كتفهم البريد لا داعي انها تشوف هذا الجزء وتمشي نيشان تشوف الجزء الثاني هو اللي غنبدا فيه الطرز. مهم علينا اول حاجه درتها في البريد، هذا الحرير راه مبروم برمتو يعني مزيان، ما ديروش هذا البريم هذا في الطرز. البريم خاصو يكون خفيف، يعني غير
مجرد انك كتلاقي هذوك الخيوط مع بعضياتهم فقط. وهالطريقه غير انا درتها باش تسهل عليا الخدمه، الاغلبيه ما كيديروهاش، كيخليو الخيوط محلولين. المهم فغادي نكملوا دابا هاد الوريده هادي. لاحظوا معايا الان هذه هي الطريقه، يعني دابا ما كاين ما نشرح. مهم دابا غادي تدوري بهذا الشكل، ومن بعد غادي نرجع نخدم نفس العدد اللي كيكون على اليمين كيكون على اليسار. اول حاجه في هذه الورده حاولوا انكم تقسموها على جوج وديروا الجهه اليمينيه والجهه اليسريه، يعني هذه هي البديه. ديروا جوج طبقات، جوج ديال الجوي، ومن بعد انا غادي نرجع نثبتهم. علاش؟ حيت فاش غادي نبغي نركب العقيق غادي يبرزطوني، هذاك الشيء علاش انا ثبتهم في هذه اللحظه بهذه الطريقه. ديروا غير خيط واحد وثبتوهم في الوسط. ممكن انكم ما تثبتوهمش الا ما بغيتوش، عادي يعني تقدروا من بعد تركبوا ديك العقيق الوسط وتخدموا. دابا غادي نقسمه كذلك على جوج ديال المرات ولكن بالعكس. لاحظوا معايا في الاول بحال خدمت بشكل طولي، ودابا غنخدم بشكل عرضي. غنجي في الجهه المقابله ونهبط البره ونعاود نطلعها في نفس البلاصه فين خدمت في الاول، نجر الخيط. المهم بالنسبه للبريد، الناس اللي كيجيهم صعيب راه كاين فرق ما بين الحرير مبروم والحرير ديال الصابره. فاش كتخدمي بهذا الحرير مبروم كيجيك البريد نوعا ما سهل. لاحظوا معايا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، المهم صراحة زربت. المهم حاولوا أنكم تخدموا الأرقام عينكم ميزانكم. هنا تقريبا غنكون درت 28 دورة، والدورة الأولى درت فيها 26. المهم داكشي غيبقى على حساب الرشمة ديالكم، وهذيك الدائرة اللي في الوسط العبار ديالها، يعني هادشي كيبقى ماشي مضبوط. فكل وحدة دير العدد مناسب ليها. المهم هنا كتحاولي انك تتعاملي مع الخيط يعني غير بشويه، ما تتعاملوش معاه بعنف، وكترجعي تهبطي البره في هذه البلاصه. لاحظوا معايا مزيان. المهم انا عندي هذه المرمه صغيره شويه كتبرزت في الخدمه، حاولوا تاخذوا مرمه اللي تكون الحجم ديالها كبير لتعاونكم اكثر من هذه. دابا غنرجع لنفس البلاصه وغندير الجهه المقابله في الدوره الاولى والدوره الثانيه والثالثه، كتقسمي غير على جوج، ومن بعد نبقاو نقسمو على ثلاثه. وشحال ما الورده كتكبر شحال ما كتبداي تقسمي على اربعه، تبداي تقسمي على خمسه، هذاك الشيء على حسب الحجم ديال الورده. فانا هاد الورده ما غاداش تكون كبيره بزاف. لاحظوا معايا دابا خدمت تقريبا 28 دورة، نفس العدد اللي كيكون لتحت كيكون الفوق. ودابا غنعاود نرجع نقسم بشكل طولي، دابا غنقسم غير على جوج. لاحظوا معايا، فكنجي لهاد الراس هذا وغادي نهبط البرا، ومن بعد نعاود نطلعها في نفس المكان. من بعد كنشد الخيط بهذه الطريقه، واحد جوج ثلاثة أربعة. المهم صراحه سرعت شويه الفيديو، وهذاك الشيء علاش ما كنقدرش نحسب. ففي هذا الدور يمكن خدمت 32 دوره، 32 31، حيت في كل دوره خاصك تزيدي الاعداد، ما يمكنش تبقاي غادا خدامه بنفس نفس الاعداد. مهم البريد راه ساهل، واخا صراحه بزاف ديال الناس كيقولوا لي بلي كيجيهم صعيب، وهو كيحتاج الوقت اكثر من انه يحتاج انك تقني. بطبيعه الحال اول مره ما غاديش تقدري تقني. انا اول مره خدمت البريد كنت خدمت واحد البريد الحجم ديالو غليظ بزاف، وما كنتش عرفت ليه كاع بمره،
وصافي يعني بقيت شويه بشويه بشويه حتى كيمشي غير مع ليدك، يعني غير مع الوقت. انا كنظن ان الوقت هو العامل الاساسي في انك تعلمي، واخا يعلمك شي واحد يكون يعني مزيان، وهذا كنظن بلي الوقت هو اهم حاجه. فغادي نرجع ونطلع عبرة في نفس البلاصة، ومن بعد غادي نتلويو تقريبا 32 لوية، مهم نفس العدد اللي على اليمين يجي على اليسار. دابا درت 3 الدورات اللي كنقسم على 2. هاد المرة لا، غادي نبدا نقسم على 3. فلاحظوا معايا مزيان، مابقيتش غنخدم في المنتصف، غنولي نخدم واحد شوية في الجنب. طلعت البرا في هاد البلاصة، ركزوا معايا مزيان، وغنمشي لهاد الوردة هادي وغنمشي للنهاية هنا حتى كتقربي لهداك الاخر وكترجعي بواحد شوية، وغادي ديما هداك الشكل كنرجع غير بواحد تقريبا 2 مليمترات ولا 3، وكنهبط البرا. هادي اهم حاجة باش تجيك الوردة متقونة، ومن بعد تعاودي ترجعي تطلعي البرا في نفس البلاصة. مهم هاد الوردة هادي كل واحد صراحة والتقنية يعني ماشي كل شي كيخدمها بنفس الطريقة، يمكن غتشوفوها مع واحدة اخرى غتخدمها بطريقة واحدة اخرى. انا كنحاول نعطيكم شي حوايج اللي يكونوا تقريبيين، يعني شي حاجة اللي غتقدري تعتمدي عليها باش تخدمي الوردة وتجيك سهلة. بالنسبة لوحدة محترفة راه بطبيعة الحال غادا تخدم يعني غير عينها ميزانة، ولكن انا كنحاول نعطيكم الحوايج اللي يكونوا مضبوطين باش نعاون الاخوات المبتدئات اللي مبتدئه كتبغي يعني تعرف هاد الديتاي هادو تعاونوها بزاف. اما وحده محترفه هذيك راه غادا تخدمها يعني بالزربه ما عندهاش مشكل. المهم دابا انتبهوا معايا مزيان، غادي نهبط البرا في هاد البلاصه هنا، حاولوا تنتبهوا نفس البلاصه اللي تتهبطي فيها البرا هي كتعاودي ترجعي تنقصي غير واحد 2 مليمترات وتطلعي البرا. لاحظوا معايا نفسها، يعني ما غاداش تمشي بعيد، فين هبطي البرا ترجعي بواحد 2 مليمتر وطلعي البرا. دابا غتمشي هنا نيشان، ما تمشيش للنص، سيري غير للجنب ديما. لاحظوا معايا هاد الشكل، غادي نعاود نرجع غير تقريبا 2 مليمترات نفس الحجم، كتهبطي البرا وتعاودي تطلعيها في نفس البلاصه. درت هالطريقة هذه كما قلت لكم، كتحاولوا تقسموا الوردة على 3 عوض في 2، كتجيك سهلة يعني كتبقى غادا خدامة غير في النص، ولكن ملي كتبغي تخدميها على 3 كتجي شوية صعيبة. المهم هالتقنية هذه راه غادا تسهل عليكم الخدمة، الا بقيتوا ديما ترجعوا غير بهذيك 2 مليمتر راه غتجيكم سهلة. دابا نخدم هذه ونرجعوا نطلق. من بعد ما كملت لاحظوا معايا هذه هي البلاصه فين هبطت البرا، غادي نعاود نرجع ننقص هذيك 2 مليمتر بهذه الطريقه ونطلع البرا. من بعد غادي نمشي الاول وحده كنت خدمتها في الدوره المجموعه الثالثه ولا الدوره الثالثه، كتمشي ليها تقريبا هنا غتجيو النص ديال الورده وتخدم. غادي نرجع نطلع البرا في نفس البلاصه. دابا نخدموا هذا الشكل ومن بعد نطلقها. كيف ما كتلاحظوا معايا هذه هي الورده، دابا خدمنا 3 الاشكال. دابا ركزوا معايا اخر واحده خدمناها هي هذه، كنرجع بهذيك 2 مليمتر حتى 3 مليمتر وكنطلع البرا، يعني نفس الحاجه. هنا انتبهوا معايا غادي نخلي هذاك الشكل كامل ونمشي لهذا الشكل اللي جاء لتحت، وهنا نرجع بهذيك 2 مليمتر ونخدم نفس الطريقه. فالمهم هاد المعلومات راهو الا تبعتوهم معايا اكيد غادي تخدموا الورده وغتجيكم سهله ما صعيبهش بزاف. ودابا غادي نخدم معاكم هذه، هنا تقريبا غادي نكون وصلت ل 35 او 36 لوية في هاد الشكل.
انتبهوا معايا مزيان، هاد البلاصه فين غادي نهبط لبرا؟ هنايا هي هذه. دابا غادي نهبطوا هاد البرا، نفس الحاجه غادي نعاود نديرها، غادي نعاود نرجع بهذيك جوج الملمتر ممر هي هذه، غير جات هنا هبطت واحد شويه لتحت ومبقاتش كتبان مزيان. المهم هي هذه كتبقاي ترجعي بهذيك جوج الملمتر وتعاودي حتى تكملي هذوك، حتى تقسمي الورده على ثلاثه. المهم دابا صافي كملنا هاد الدرس، شكرا لكم كاملين، شكرا للدعم ديالكم.